بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. لبيت في منطقة سراييفو في العاصمة. مساحة الأرض 750 متر، متقسم قسمين. ده القسم الأول كده اللي هنا، ده اللي عليه البيت، كل ده من هنا، وده قسم تاني هنا بالكامل ممكن تعمل فيه بيت كمان. المساحة الإجمالية 750 للأرض كلها، فيها 2 ليفل. ده الليفل الأول أهو زي ما انتوا شايفين، وده الليفل التاني. هما عاملين هنا جراج، ممكن يتعمل بيت كامل، لأن هو يعتبر على شارع زي ما انتوا شايفين. هنا شارع، وده هنا كده شارع تاني، وده جاي من الشارع الرئيسي، من مدخل رئيسي من هناك. المنطقة هنا مفيش فيها ازدحام كتير. مسلمين هنا. دلوقتي هنشوف بيت من الداخل. طبعا حدود البيت دلوقتي هنشوفه بالتفصيل. طبعا هنا في عندك مية، طبعا اصلا ده حدود البيت عند الشجرة دي تقريبا. ده شكل البيت ما شاء الله جميل جدا. هنا الحديقة، ده التراس، نقل في التراس بتاع الفيلا. ده التراس بالكامل زي ما انتم شايفين. ده كده الجيران، طلع محدودة شوية لكن المنطقة ما شاء الله ممتازة. يعني ده العنب، طبعا الجو برد شوية بس مش عارفين درجة الحرارة كام. بص درجة الحرارة كام، ده السيليزي، ده السيليزي يعني كام، 0 1 درجة الحرارة 1 فعلا. بردين جدا مش عارفين درجة الحرارة كام. ندخل البيت، طبعا احنا خلينا نتدفى قبل اي حاجة. ده الحمام، لما نخش على اليمين ده كده هنا غرفة، دي غرفة نوم، ودي صاحبة البيت. كله كامل، دي صالة مع مطبخ، طبعا دفاية. تمام. ده المطبخ هنا. دلوقتي احنا طالعين الدور الاول، خلصنا الدور خلصنا الدور الارضي، دلوقتي هنطلع الدور الاول. طبعا نطلع شويه افضل، احنا كنا في الدور الارضي، دلوقتي احنا في الدور الاول. نفس التوزيع بالظبط تقريبا، هي هياها. طبعا هي عاملة تحت ده مخزن، ده ممكن يكون مطبخ، يكون مخزن احسن. دي غرفة كاملة بالكامل، وده هنا المفروض الصالة، بس هي مطعم مش مشطبة، بس ممكن تشطب عادي بالكامل. عاملة منشر هي طبعا داخلين، الجو برد صعب في الغسيل. دي تطلع خلفية. طبعا احنا هنا ممكن نستفيد من البيت اللي جنبه الجراج، نفتحهم على بعض الاثنين مع بعض. البيت اهو، الجراج اللي جنبهم احنا قلنا عليه، نوصل الدور ده الاول بالدور الارضي هنا. يبقى الدور الاول عندنا واسع، يتعمل كده زي جسر هنا في المنطقة دي كده، جسر يوصل الاثنين ببعض. بعدين ده يشتغل كصالة زي ديوانية او صالة كبيرة، ويكون ده مدخل اساسي للبيت، ويكون ده لاهل البيت هم اللي يسكنوا فيه. الحدود الخلفيه، ادي الحدود الخلفيه بالكامل. هنا ده زي ما قلنا عند الشجر ده كده، الشجر ده لحد هنا بالكامل. محتاج يضيف شبابيك فوق؟ لا مش محتاج. طبعا ده جراج، وده عندنا الدور الارضي في الجراج.
الارض بالنسبه لنا بس السرداب بالنسبه للجراج. هي عاملاها مخزن، ممكن تعمل مخزن زي ما هي عاملاها كده، ممكن تحط فيه لو عايزين تعملوا تدفئه مثلا بتاعه البالت او كده، مخزن وحمام. هي اوريدي عامله تدفئه هي كمان، اشتغل بالت بالت الدربة. ممتاز. طيب الجهاز، الجهاز الواحد يمكن جهاز مع التركيب مع المعدات اقل حاجه عندك 30,000 مارك. ممتاز. في جهاز هي مركبه، ممتاز جدا جدا، الكوش ممتاز. اوكي اوكي زنام تمام. فيت سي سفا حط ال حطينا الحمام عشان لو واحد مزنوق قوي يحط ال بيسخن يظبط نفسه من غير باب كمان. اوكي ما شاء الله دوماتشي. هديه ما شاء الله. فالابونا يعني شوف، رغم ان هي فقيره لكن شوف الكرم بتاعهم، كرم كرم البوسنيين يعني. تفاح هديه حط لنا، وكذلك مخلل الحاجات هي عاملاها، فليس الغنى غنى المال ولكن غنى النفس. فالابونا في السر. فالابونا ميد. ما شاء الله شيلا. الله ايزول. الله اكبر. فالابونا حلال بيلا. كاكو زوج عزمينا. عزمينا دا. ما شاء الله مو جابت. ما شاء الله. الله ما شاء الله ما شاء الله. فعلا بونو فعلا بونو. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الرحمن. مع السلامة.